ارجع تاني دكتوره سعاد للشيخ محمد قاله، هل العلاقه بين الراجل والمراه قبل الزواج العلاقه الجنسيه المتكامله ليست زنا؟ طيب ما راي سيادتك في قول، انت بتقولها ليست زنا، في قول الله تعالى؟ لا انا زنا، ده الازهر اللي بيقول انها مش زنا. الله، ومناهج الازهر. يبقى هو دلوقتي عكسها، فاحشه ولا زنا؟ لا انت لسه قايل لي من شويه انها فاحشه. السؤال حضرتك المقطع اللي نشره الدكتور احمد عمر هاشم الجمعه اللي فاتت وبناء عليه الحلقه دي، مقطع من حلقه 60 دقيقه، عامل كده بالظبط ما قال ربك ويل للذين سكروا بل قال ويل للمصلين، خدوا فويل للمصلين، كانت حلقه 60 دقيقه خدوا 59 ثانيه فقط. انا كنت اشرح فساد مناهج الازهر على سبيل المثال، ما الفرق بين الفاحشه والزنا؟ الفاحشه مقدمه كل زنا، كل زنا فاحشه، لا وليست كل فاحشه زنا. وحسب التعريف الازهري للزنا هو اقامه العلاقه الجنسيه المتكامله، بمعنى ان يكون كالقلم في المحبره زي ما علمونا واحنا في اعدادي، والريشه في المكحله. يعني اذا حضرتك يا استاذ عمرو، مش حضرتك، اي حد جاب انثى وتجرد من ثيابهما وقعدوا مع بعض ليله كامله دون الايلاج فعند الازهريين ليس زنا، تمام؟ لانهم اشترطوا ان يكون الايلاج. طيب هذا شرطهم. طيب الشرط الثاني، طيب ايه المشكله؟ الاربع شهود وتمرير حب. قول لي ايه المشكله؟ استنى اكمل يا دكتور، انا لا مقاطع فضيلتك. الحاجه الثالثه، هم اباحوا لي اصلا في كتب الفقه الازهري ان اتي بالسبايا، والدكتوره ليها راي في الموضوع ده، قالته على الفضائيات. هتهيج الناس اذا غزا، انا لا اهيج الناس. داعش اللي بتجيب من مناهج الازهر كتاب الفقه الازهري المذهب الحنفي ثالثه ثانوي من صفحه 234 ل 238، واذا فتح الامام البلد عنوه فله ان يسترق النساء انا ضعيف في اللغه العربيه، ما انا اتعلمت على ايدين حضرتك. الله، يا استاذ عمرو من فضلك انا ماشيه. ليه ليه ليه؟ لا 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 لا. ايه يا دكتوره؟ لا واحد كل حاجه، انا اتعلمت على دين حضرتك، انا اتعلمت على دين حضرتك، هو بقى كل اخطائه من حضرتي؟ رد يا دكتوره، انا عايز ما ينفعش ان هو يختطف حاجات، واخد بال حضرتك، وينسبها ليا. ده منهج الازهر، مش عليك عميد الكليه في الازهر. اولا انا ما كنتش ازهري، ايه رايك يعني بقى؟ يعني ثانويه عامه؟ ايوه. وكنت داخله من غير حجاب صح؟ ايوه. مع الشيخ الزهبي. ايوه. طب الحجاب كان فرض ساعتها ولا مش فرض؟ لا ما كانش، كان مستحب. كنا لسه بيعودونا. وفي 2015 بقى فرض. بيعودونا. يعني الحجاب فرض. انت انكرت ان الحجاب فرض. ما الحجاب فرض. ما هو الدكتوره نفسها بتنكره اهي، بتقول كان مستحب في السبعينات ودلوقتي بقى فرض. ما كنتش عارفينه. ما كنتش عارفينه؟ لا 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 لا، ولا كنا شفنا سورة النور ولا كنا قريناها. ما كنتش شفت سورة النور واللي من 1400 سنة. يا سيدي انا ثانويه عامه. ثانويه عامه؟ يا سيدي انا ثانويه عامه. حضرتك مسلمه؟ مسلمة. طب لما مسلمة الإسلام للأزهريين فقط؟ كنت محتاجة دعوة. كنت محتاجة دعوة؟ والشيوخ الأزهر اللي شافوك من غير حجاب ما قالولكيش إنه فرض؟ كنت محتاجاك تعلمني. لا لا، لكن والشيخ الذهبي اللي درس لحضرتك ما قالولكيش إنه فرض؟ الله يرحمه، الله يرحمه. ولا طلب مني قدامه من غير ولا حجاب؟ ولا طلب مني. إحنا كنا لسه ما كانش يعرف إنه فرض؟ أول دفعة من الثانوية العامة دخلت. يعني ربنا فرض الحجاب في السبعينات. انا دلوقتي يا جماعه معلش، عشان احنا في ملايين. لا اصل هو كده هيبوظ الحلقه وانا بعتذر. لا والله، لا في ملايين بيشوفونا ولازم. ما انا اكمل اولا، هو يشكك. لا لا لا، كمل كلامك عشان ترد. طيب. دكتور ده جاي هو متوسع عليا قوي، وخلي بالك انا بحبك يا دكتور، انا عايزك. لا والله، لا 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 يا استاذ عمرو، لا ده مش اسلوب في اخلاص لله. لا والله، ده في اسلوب في مكر. في مكر، في مكر. انا عايز